وصلنا لواحد المستوى متقدم بزاف. اخر مره وقفنا عند لو كورون ديال لي ميركانتيليست، ومن هاد البلاصه بالضبط غادي نبداو حنايا في الاخر ديال القرن 17 والبدايه ديال 18. فهنا فين بانوا جوج المدارس الاقتصاديه مؤسسين لعلم الاقتصاد الحديث. المدرسه الاولى في فرنسا مع لي فيزيوكرات كيتسماو الارضيين، وهما اللي عندهم بزاف على فرانسوا كونا المؤسس ديالهم. والمدرسه الثانيه اللي هي اهم اكثر واللي هي معروفه بلي كلاسيك في لانجلتير، وبزاف تسمعوا بادم سميث. فعلا ادم سميث هو المؤسس ديال هذه المدرسه. غنكتشفوا الجوانب المشتركه بيناتهم ونشوفوا الفرق بين هاد جوج المدارس، كيفاش الاولى عطات للثانيه شي اسس وكيفاش زادت عليهم حتى هي. المهم هو ان هاد جوج المدارس هادو هما اللي اسسوا علم اوتونوم، واحد العلم مستقل على بقيه العلوم، وعطاونا واحد لو فونكسيونمون كيفاش كيتحرك الاقتصاد بواحد الطريقه بمعزل على لي سيونس الاخرين ديال الانسان ولا ديال لا ناتور. الحاجه الثانيه هو انهم بجوج تاسسوا على اسس ديال لو ليبراليزم، ديال الليبراليه وديال الحريه الفرديه. نبقاو دابا نفهموا كيفاش لو كونتكست اللي جاو فيه جوج المدارس، شنو هو التحول الجديد اللي وقع في لا بونسي ايكونوميك بلوتو في لا بونسي هومان باش اثر لينا في الاقتصاد. ومن بعد في المرحله الثانيه كما العاده غادي نكتشفوا الافكار ديال كل واحد فيهم. كونسيرنون هذوك التحولات الكبيره اللي وقعت في الفكر الاقتصادي، فسيغمون هو راجع لي ترانسفورماسيون جداد اللي وقعوا في لا بونسي هومان، وقعوا حنا ديما تندويو في لا دوزيام فاك ديال لا رينيسونس اوروبيان الى عقلتو. ودوينا على بزاف ديال التحولات اللي وقعوا اساسا في الميكانيك، ديما لا ميكانيك هي الاولى، الفيزياء كيكونوا التحول تيبدا مع هاد الفيزيائيين. لاحظتو حتى في لا سيفيزاسيون عربو مسلمان اللي دوينا عليها من قبل، ففي الاخر جا ابن خلدون والمخرزي، ولكن قبل منهم كان الطاوسي كان البيروني كانوا علماء ديال الفيزياء وديال الفلك، هما الاولين تيأسسوا الموجه الاولى ديال التحولات. الى عقلتو الضربه الاولى اللي قلنا جات هي ديال كوبرنيك اللي قال لهم كو لو سولي الشمس هو المركز ديال الكون ماشي لا تيغ، وهذا هو الفكر ديالو لقات اعتراض كبير ديك الساعات. الفكره الثانيه وهي ديال غاليلي اللي قال لهم ان الارض كدور واللي بقى كيدافع عليها حتى لاخر لحظه، اي بورتون لا تيغ تورن، ولكن تعرض لمشاكل بسببها. والتحول الاخير هو ديال نيوتن اللي هو معروف بزاف مؤسس القوانين الكلاسيكيه ديال الميكانيك، ولكن حنا اللي غيهمنا بزاف هو القانون ديالو ديال الجاذبيه وتهو اللي دافع عليه. المهم في هادو كاملين هو انهم عطاونا واحد الفكره جديده ان الانسان يقدر يمشي غالط، يقدر يمشي مدفق للقرون وقرون من الزمان بسبب واحد المعتقد ولا واحد الفكره ديالو خاطئه كيدافع عليها، والعقل ديالو هو اللي كيعطي هذا الخطا هذا ماشي لا ناتور. اذا لا ناتور فيها واحد لورد ناتورال كيحكم لو موند المئات الالاف الملايير السنين من التاسيس حتى دابا. الحاجه الوحيده اللي خصو يدير الانسان هو انه خصو يفهم هاد لورد ناتورال، هاد التوازن الطبيعي اللي كاين، باش بالمنطق ديال الرياضيات وديال الافكار وديال وما يحاولش يعكس افكار خاطئه عليه. الحاجه الثانيه هو ان قبل من هاد التحولات بيان سور كان الانسان كيفكر باغ لا فيناليتي ديال لا شوز. تيقول مثلا نعطيكم الفكره اللي كانت سائده ديال ارسطو، وهنايا كان تاويل خاطئ وكان افكار خاطئه كتعتمد ديال ارسطو اللي تيقول كو علاش باغ اكزومبل لا بيير الحجره تطيح في الارض وعلاش الدخان تيطلع للسماء. الجواب ديالو كان هو ان الحجره كتنتمي لو موند ديال الارضي، ان لا فيم المكان ديالها هو لو موند سيليست ديال الفوق. هاد الفكره خاطئه لان كما شفنا مع نيوتن تحليل ساهل بزاف، وهو ان لا تيغ كطيح لان كاينه قوه ديال الجاذبيه كتجذبها. اذا اي حاجه كتاثر عليها واحد لا كوز، ما نبقاوش نفكروا بلا فا بالنهايه ديال الاشياء، ولكن غادي نفكروا بلا كوز اللي عطات هذاك لي في، وان العالم مكون من واحد المجموعه ديال لي كوز، كل حاجه كتادي لحاجه. هاد الفكره هادي الاول اللي التقطها في الميدان ديال العلوم الانسان، باسكو الفكره ديال لا ناتور الفكره ديال لي سيونس ناتورال، واللي دار لو بون ديال التحول هو ديكارت. وهذا هو علاش ديكارت مهم بزاف في ليستوار دو لا بونسي ايكونوميك، لانه هو يا اللي غادي يكون انفلونسي لينا هاد لي دو كوران دو بونسي، سواء لي كلاسيك في انجلتير سواء لي فيزيوكرات ان فرانس. ما نساوش ان فرانسوا كونا اي باغ اكزومبل الي ديكارتيزيان، السيد امن بديكارت هاد الاخر. ديكارت تيقول ان هاد لورد ناتورال يقدر يفونكسيوني لينا حتى في لا سوسيتي، حتى داخل المجتمع، مادام ان هاد المجتمع تا هو جزء من هاد لا ناتور اللي داوين عليها.
واننا ما خصناش نفرضوا افكار خاطئه على المجتمع، ما خصناش نفرضوا دي زونتراف، نفرضوا واحد القوانين صارمه. بالعكس خصنا نحترموا هاد لا ناتورال، هاد لا لوا ناتورال، خصنا نحترموا هاد التنوع، خصنا نحترموا هاد الحريه. وهنا فين جات لو ليبراليزم، لان لو ليبراليزم مرتبطه بالحريه بلا ليبرتي. هادشي بغيت نقولو علاش تاني مهم، لان بزاف تاويلات خاطئه ديال لو ليبراليزم دابا كتهاجم، وفي الحقيقه ما عارفينش الاسس ديالها. هذا هو علاش ديما انا كنبغي نفواياجي فهاد لو كونتكست هذا. لو ليبراليزم ولا الحريه في الاقتصاد، فمثلا غير في لو سيستيم ديال لي بري، ما خاصش قوه ضاغطه هي اللي تفرض لينا الاثمنه. مثلا خاص الاثمنه تحدد ليبرمون في لو مارشي. لو كوميرس حتى هو خاص تكون لانترفونسيون ديال ليطا، لو كا ديال لي ميركونتيليست. فهاد المره هادي خاص لو كوميرس هو يتحدد بواحد الشكل حر بزاف، وما تكونش فيه كما قلت التدخليه ديال ليطا. الوغ هاد جوج الافكار كانوا كافيين باش يعطيونا اول كونسيبسيون ديال ليكونومي كيحترم هاد المبادئ هادي. و الى كان باغ اكزومبل كوناي هو اللي ترجم الافكار ديال ديكارت، هو قريب ليه في فرنسا، فاللي قام هذه العمليه في لانجلتير هو توماس هوبس باغ اكزومبل، جون لوك، دافيد هيوم، وهذو كلهم كانوا في الاول كارتيزيان، ولكن يمكن زادوا شي حوايج اخرى. وملي تنقول دافيد هيوم فسيغمون تنجبد ادم سميث، لان ادم سميث كان قريب بزاف من دافيد هيوم، وكل ما التاثير ديال دافيد هيوم ما كانش غير الكتاب ديالو السيليبر غشاخ سور لا كوز دي ريشيس دي ناسيون. نبقاو دابا مع لي فيزيوقراط هما الاولين، نشوفوا الدائره الاقتصاديه ديال كوناي، نشوفوا الجديد ديالها، ومن بعد ننتقلوا للاهم اللي هما لي كلاسيك. اول مدرسه اقتصاديه غادي نبداو بها هما لي فيزيوقراط، ومع المؤسس الاول ديالهم اللي هو فرانسوا كوناي. كوناي اللي معروف بزاف هو لو فري فونداتور ديال ليكونومي بوليتيك، ديال الاقتصاد السياسي كما تسمى في اول مره، لانه معروف بزاف بالانجاز اللي داروا في الجدول الاقتصادي، ولا كما تيسميو واحد الاخرين الدائره الاقتصاديه. هادشي وقع في 1758. اللي مهم في الدائره الاقتصاديه وهي انها كتشرح لينا كيفاش كيفونكسيوني الحركه ديال الاقتصاد، كيفاش كتتم وسط واحد المجتمع، بمعزل على مؤثرات اخرى، بمعزل مثلا على خارج لا مورال كما شفنا، خارج لا فيلوزوفي. وبالتالي بحال ليكونومي ولات اوتونوم وتستحق تكون تولي اون سيونس، هذا هو الاعطاء العلميه ديالها. من بعد غنشوفوا ان الحركه الثانيه ديال اللي غتجي ديال الاقتصاد خصوصا مع لي نيو كلاسيك غتاخذ واحد الطابع بلو سيونتيفيك مع لو سيستيم ديال ليزيكواسيون. غنشوفوا يوليو معادلات، غيوليو دي كورب، غيوليو منحنيات، كلهم هادو كيعبروا على مستويات ديال التوازن الاقتصادي، ولكن في مستويات بلوز ايفوليو على دابا. خليونا دابا غير في الدائره الاقتصاديه ديال كوناي، هي بصح سهله بزاف. واللي مهم فيها هو ان كوناي قبل ما يكون ايكونوميست كان ميدسان، واهتم بزاف مثلا بالحركه ديال لو سون في الجسم ديال الانسان، طريقه الدوره الدمويه، وهذا هو اللي خلاه يشبهها مع الدوره الاقتصاديه. وهذا الشيء دائما كيبقى وفي لديك لا كونسيبسيون اللي دوينا عليها ناتوراليست، اللي تكونات فيلوزوفيكمون في هذيك الوقت. ليكونومي جزء من المجتمع، حتى هي عندها واحد الدوره اقتصاديه ديالها. اللي مهم فيها هنايا هو انه طارق من شي حوايج اللي معقوله وبسيطه، هو ان المجتمع فيه ثلاثه ديال الطبقات بلوز او موان، هذوما لي زاكتور الرئيسيين وسط المجتمع، وهما اللي غيكونوا مؤثرين في الاقتصاد. كما تشوفوا دابا لو سيركوي ايكونوميك ولا لو طابلو ايكونوميك ديالو ساهل بزاف. كاين الطبقه الاولى ديال الملاكين ديال الاراضي، هما لي نوبل اللي كيملكوا لي تيغ، وبيان سور خصهم ناس اخرين يخدموا عندهم، اللي غيكونوا هما الطبقه الثانيه كما غتشوفوا ديال الفلاحين. الطبقه الثالثه هما الطبقه اللي كيحتاجهم اي مجتمع، اللي كيديروا لا ترانسفورماسيون ديال لا ماتيير بروميير برودوي فيني، هما يا الحرفيين ولا الصناعيين ولا لي زونتربريز اللي دابا وصلنا لهم. هادو هما الطبقه الثالثه. اللي مهم دابا هو كيفاش كتم تفاعلات بيناتهم. قضيه سهله بزاف، هو كيعطي واحد واحد ليكزامبل نيميريك ديال 5 المليار، كيقول ان كلشي كيبدا مع لا كلاس برودكتيف، الطبقه المنتجه اللي هي الطبقه ديال الفلاحين. لان علاش؟ لان هما اللي عندهم ارتباط مع الارض، والارض هو بالنسبه لفيزيوقراط هو المصدر الوحيد ديال الانتاج وديال لا ريشيس وسط المجتمع.
وبصح هذاك الشيء اللي كاين في الاول ديال العام تينجو 5 ديال المليار ديال لا برودكسيون، 5 المليار ديال الانتاج الفلاحي اللي كينجوه الفلاحين. كيفاش كيتوزع هذا الانتاج؟ هنا كتبغي شويه ديال التركيز، ولكن غنحاول نختصر ونسهل. في الاول كيقول ان لا كلاس ديال الحرفيين تيشريو 2 ديال المليار، مليار كيستعملوه كماتيغ بخوميير والمليار الاخرى كيعودو يعيشو بها. بالنسبه لا كلاس ديال لي نوبل ديال الملاكين ديال الاراضي، فهما تيحتاجو مليار ديال لاليمونطاسيون ديال اللي كتجي من المنتوج الفلاحي، يعني كيشريو مليار من عند الفلاحين، ومليار الاخرى يحتاجوها بطبيعه الحال من عند الحرفيين، يعني كيخسروا 2 ديال المليار. السؤال هو منين كتجي هذوك 2 المليار اللي كيخسروا؟ الجواب ساهل وبسيط، وهو انهم الثمن ديال لاغونت ديال الريع اللي كيجيهم من عند الفلاحين، لانهم غير خدامين عندهم، بالتالي ديك الارض فما هي الا كارينها لهم، وهي هذيك 2 المليار باش كيكريو لهم الارض هي باش كيعيشوا، يعني ما تيخدموش تيعيشوا بلا ما يخدموا. بالنسبه للطبقه ديال الملاكين فكيستافدوا من هذيك 3 المليار اللي باعوها، مليار تيشريو به لي برودوي ديال الحرفيين باش لان هي محتاجين ليها، و 2 المليار اللي كتشاط هي اللي تيعيشوا بها وتياكلوا بها باسكو هما ايسون نومبر. الى لاحظتوا فالدوره الاقتصاديه سهله بزاف، وفي الاخر تعطينا التوازن، تعطينا ليكيليبر. اللي مهم فيها هو ان هذوك 2 المليار اللي كيشاطوا هما اللي مهمين بزاف، هما اللي بغينا نسميهم لو بروفي، هو الربح اللي كيشاط. هذيك 2 المليار هي اللي كتمشي نيشان لا كلاس ديال البروبريتير فونسي ديال الملاكين، هما اللي كيديروا بها الاستهلاك. بمعنى اخر ان ما يمكنش يكون استهلاك الا ما كانش انتاج، وما يمكنش يكون انتاج الا ما كان استهلاك، يعني في الاخر خصو يوقع هذاك ليكيليبر. هاد الفكره ديال التوازن الاقتصادي هي مهمه بزاف، وهي اللي عطات العلميه لابور ديال فرانسوا كوناي. كما كتلاحظوا فشي حوايج اللي هي ساهله كينطبقوا منها، وبها باش كيشكلوا لينا واحد المنتوج ولا واحد الانتاج اقتصادي ولا علمي كبير. هاد الدائره الاقتصاديه بيان سور حتى هي عندها دي كريتيك، ومن هاد لي كريتيك هادي باش غنطلقوا غنمشيو للمدرسه الاخرى ديال لي كلاسيك، لان يعني كاين تفاعل بين هاد المدارس الاقتصاديه. الانتقاد الاول اللي هو صريح بزاف، وهو ان الطبقه اللي سميناها حنايا ستيريل، اللي سميناها طبقه عقيمه ديال الحرفيين، فهي في الحقيقه بالعكس طبقه منتجه، وهادشي هو اللي غادي يبان مع الثوره الصناعيه اللي وقعت في انجلترا، واللي خلات ان الانتاج الحقيقي غيتحول من لا تير غيولي في لي زونتربريز، لان هما اللي غادي يحولوا يعطيو اكبر عدد ديال لا فالور اجوتي. وبالنسبه للدائره الاقتصاديه ديال كوناي فكيعتبر انها طبقه عقيمه، وكما لاحظتوا ماشي هي اللي كتنتج الثروه، ماشي غير الملاك ديال الفلاحين بوحدهم اللي كيتمكنوا من الانتاج، وهذا خطا كبير. الحاجه الثانيه وهو ان لو ريزونمون اللي داروا كوناي هو واحد لو ريزونمون اللي ما فيهش لا كروسونس ايكونوميك، يعني ديما كاين واحد الحاله ديال ليكيليبر، ما عمرها كتكون كما قلت واحد النمو اقتصادي. هذا هو اللي كيتخالف مع الوضعيه ديال اوروبا في ديك الوقت، وخصوصا مع مجيء الثوره الصناعيه اللي عطاتنا واحد النمو اقتصادي كبير بزاف مازال كنعيشوه الى اليوم. هادشي تعني ان صور الاقتصاد كما كيسميوه في واحد ليطا ستاسيونير بدون نمو اقتصادي. من بعد غيجيو لي كلاسيك وغادي يدويو على واحد لو ليبراليزم ديال لا كروسونس، كما كنلاحظوا هذا هو الفرق الا بغينا نفرقوا ما بين لو ليبراليزم ديال الفيزيوقراط اللي هو واحد لو ليبراليزم اللي هو ستابل، وما بين لو ليبراليزم ديال لي كلاسيك ولي ريجيو من وراهم اللي هو متماشي مع الروح ديال لو كابيتاليزم ديال الراسماليه اللي دائما تحتاج راس المال، يعني الفلوس خاصها تجيب فلوس كبر. هادشي تقريبا كان هو لي كريتيك الكبار اللي مديورين على 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 هاد لو سيستيم ديال لي فيزيوقراط، واللي نقدروا نزيدوا ليه عاوتاني حتى لا كونسيبسيون ديال لا فالور اللي كانت ضعيفه، لان لا فالور هي بوحدها كاينه في الارض. الوغ كيما غنشوفوا مع الكتاب ديال ادم سميث اللي هو ريشيرش، اللي هو البحث حول ثروات المجتمع، اللي غادي يعاود يقلب معنا في هاد لا كيسيون ديال لا فالور، وغادي يلقى ان لا فالور ترافاي سواء في لاندستري سواء في لا تير هي فعلا المحرك ديال لا ريشيس.
دابا اللي مهم ندوزو لادم سميث مع لي كلاسيك ونشوفو شنو هو الجديد اللي جابوه. اخر مرحله في الحلقه ديال اليوم كما قلت لكم هما ليكول ديال لي كلاسيك، وخصوصا ندوي على ادم سميث اللي هو لو فونداتور او لو سيليبر معروف لو بير دو ليكونومي مودرن. اللي مهم في ادم سميث هو واحد السيد في الاول كان كيقري في اوكسفورد تيقري لا فيلوسوفي ديال لا مورال يعني فلسفه الاخلاق، والتحول اللي غيوقع ليه في الاول هو الوقيته اللي غيتلاقى بدافيد هيوم، وكتعرفوا بزاف دافيد هيوم هو مؤسس الفلسفه التجريبيه، السيد التجريبي افون يعني ماتيرياليست بزاف، و اللقاء ديالو حتى هويا مع ديما كندوي على ادم سميث اللقاء ديالو في فرنسا مع لي فيزيوقراط تما تاثر بلو ليبراليزم. الوغ تقريبا هاد ثلاثه ديال الحوايج هما اللي اثروا في ادم سميث كيفاش فكر المره الاولى مزيان نفهمو باش نتبعو معاه خطوة بخطوة نفهمو كيفاش هو في الأول تيفكر وغادي تيبني الأفكار ديالو ماشي معاه حتى حنا دقة دقة. واحد الملاحظة هنا بغيت ندير أونتخ بارونتيز وهو إلا لاحظتو بزاف الاقتصاديين ولا أغلبهم في العالم من التاريخ من البداية ديال الاقتصاد حتى لدابا هما في الحقيقة ما داروش الاقتصاد في أول مرة، وبالعكس كانوا مهتمين بدي سيونس أخرين، يا إما كتلقاهم دي فيلوزوف كتلقاهم دي زيستوريان كتلقاهم دي ماتيماتيسيان يعني ناس بعاد على الاقتصاد، وعاد كيديروا الاقتصاد في الاخر وتيفهموا واحد الفهم جنرال وكيكونوا متميزين. هذا هو علاش كاين واحد القوله شهيره كتقول لك بوغ اتر ايكونوميست باش تكون واحد انسان اقتصادي ما كافيش تكون اقتصادي فقط، خصك تكون دير حوايج اخرى. اللي مهم هو ان ادم سميث جمع هاد الاشياء هذه كامله، زائد انه مشى يقلب وطون كو مورال سيت كيدير لا فيلوزوفي ديال لا مورال، بغى يفهم كيفاش كيفاش داير السلوك ديال الانسان باش من بعد عاد يعرف كيفاش داير السلوك الاقتصادي ديالو، وبهكا غيبني نظريه متكامله وصحيحه. بالنسبه ليه الانسان هنا غتلقاوها في لا تيوري دي سونتيمون مورو معروفه بزاف هذه، بالنسبه ليه الافراد كل واحد تيضرب على جيبو كل واحد تيضرب على مصلحته، وكاين واحد القوله شهيره سوني با دو لا بيانفيونس دي بوشي دي براسور دي بولونجي، يعني ماشي من الحب ديالهم باش اننا كنمشيو نشريو من عندهم داكشي اللي بغينا مول اللحم ولا القزار، مي كيشوف الحاجه الاولى شنو الفلوس اللي غنجبدوا ليه. الوغ هنا تيبين لكم كو ليغويزم هو المحرك ديال الافراد. هاد الاناليز اللي مهم فيها وهي ان الى عقلتو مقارنه بلي فيزيوك مقارنه بلي فيزيوك خطوي اللي تيشوفوا لي كلاس سوسيال. هاد المره هادي ادم سميث تيمشي للانديفيدو، وهاد الفكره ديال الانديفيدواليزم غنشوفوها اكثر عند لي نيو كلاسيك في لو موديل في لي موديل ديال الانديفيدواليزم ميثودولوجيك، كينطلقوا بعضهم من الافراد باش كيشرحوا السلوك الاقتصادي ديال المجتمع ولا ديال الدوله، وهذه هي في الحقيقه هي لا ميكرو ايكونومي. ولكن ما نقدروش نقولوا كل كلاسيك كانوا اهتموا مشاو 100% في لا ميكرو، ولكن جمعوا بيناتهم بجوج اونتر ماكرو اللي كانت عند الفيزيوقراط والميكرو نظره جديده ديال الافراد. المهم هو ان كما قلت لكم هاد المصالح هادو كيتعارضوا في وسط المجتمع، كل واحد تيدافع على مصلحته، وفي الاخير الفكره المهمه بزاف هي هذه، وهي انك تجي واحد لا مان انفيزيبل واحد اليد خفيه من السماء وهي اللي كدير لنا التوازن ما بين لوفر ولا دوموند، ما بين الناس اللي باغيين يشريو والناس اللي باغيين يبيعوا. هاد الفكره ديال لا مان انفيزيبل صراحه دابا ولات متجاوزه في المجتمع العلمي الاقتصادي. في الاول نشوفوا لو موديل ديكيليبر جينيرال ديال فالغاس في لي نيو كلاسيك اللي غندوي عليه في الحلقه اللي من ورا هادشي، واللي لو موديل ديالو كله عباره عن دي زيكواسيون يعني معادلات رياضيه، ما كاينش شي حاجه ميتافيزيك كتجي من السماء وهي اللي كتفرض راسها، بالعكس خصك تكون داكشي علمي ومدقق. هذه تقريبا هي لا فيلوزوفي ايكونوميك اللي دارها ادم سميث في الاول، وهذا الشيء هو اللي خلاه ينطلق من واحد الاسس اللي صحيحه باش في الاخر يعاود يدير واحد البحث على منين جايه الثروه ديال المجتمع، كيفاش كتقسم وكيفاش كتفونكسيوني وسط لا سوسيتي، كيفاش كتفونكسيوني هذيك لا ريشاز، كيفاش كتدور كيفاش كتنتقل. هذا هو البحث اللي دار، وبصح هو العنوان ديال الكتاب ديالو ريشيرش سور لي كوز دي ريشاز دي ناسيون. حنا غنمشيو مع هذا الكتاب دقه دقه، يعني غنحاولوا نبسطوا غنحاولوا نفهموا بالترتيب كيفاش نطلق ادم سميث من الاول حتى الاخر، وغنجاوبوا على الاسئله المهمه بزاف، ومره مره غندخلوا اراء ديال دي زوتور كلاسيك وحدين اخرين بحال ريكاردو بحال مالتوس بحال سي بحال وغيره. نبقاو دابا مع المرحله الاخرى ديال ادم سميث في الكتاب ديالو. الطريقه اللي فكر بها ادم سميث هي في الحقيقه واحد الطريقه سهله بزاف، اذا لاحظتوا انا تنبغي نشبهو بحال واحد السيد اللي هز واحد اللمبه ولا واحد البيل وغادي يقلب.
علاش تيقلب ادم سميث؟ تيقلب على لا فالور، على لا ريشيس، فين كاينه، فين هو الاصل ديالها وكيفاش نديرو باش اننا نطوروها. مشى بواحد الشكل ساهل بزاف كما قلت لكم، وباش يفهم هاد لا ريشيس هادي مشى كيقلب عليها في المجتمعات القديمه كما تيسمى هويا لي سوسيتي بريمير. علاش؟ باسكو هاد القضيه ديال لا فالور وديال لا ريشيس بالنسبه لبزاف الناس حتى لدابا تتبان لهم غير في الفلوس، ان الفلوس هما اخر واجهه ديال لا فالور، وهاد الفكره في الحقيقه خاطئه، وهي اللي كانوا كيدافعوا عليها لي ماركونتيليست وجاو لي فيزيوقراط ومع لو ليبراليزم صحات هاد الفكره. هذا هو علاش الاقتصاد السياسي تاسس مع هاد الفكره بالضبط. فين كاين لا فالور؟ الوغ بالنسبه ليه في المجتمعات القديمه طرحات هاد المشكله، ماشي ما طرحاتش، وحتى الفلوس حتى ما كانتش حاجه جديده، باسكو قبل كان لو تروك، الناس كانوا كيشانجيو بضائع مقابل بضائع. ادم سميث طرح هذا السؤال، هذا شنو هو اللي غيخليني ايشانجي مثلا جوج ديال الطوابل مع مثلا نقولوا 10 كيلو ديال اللحم، ولا ما نعرفش حاجه اخرى بحال هكا، ولا واحد الحيوان اصطادو شي صياد مثلا، شنو هو اللي يخليه يتبادل مع نجار؟ هاد الفكره اساسيه. الوغ هو تيقول كو الا فكرتو نتوما تقدر تبان لكم ان اللي غيخليني مثلا نتبادل مثلا جوج ديال الطوابل، انا كنصايبهم طريقا من الشجر، تعلمت باسكو ديما تندوي في لا سوسيتي بريمير، واحد المجتمع فيه الادوات صعيب باش ننتج هذا طبله، كتحتاج وقت طويل. الوغ الى احتاجيت مثلا يومين باش ننتج جوج ديال الطوابل ولا طابله وحده، احتاجيت لها يومين، الوغ كو الصياد باش يصيد واحد الفريسه كتحتاج لها 4 ايام، يعني خصو يتبعها، خصو يبقى مراقبها، خصو في المرة الأولى كتفلت ليه، المرة الثانية الثالثة، وكيستعمل وسائل ديال الإنتاج غادية وكتطور حتى هي. إذا كان في دو جوغ استطع يعطينا واحد النجار طبلة والآخر في 4 أيام استطع يصيد لينا واحد الفريسة أو واحد الحيوان، فسيغمون التبادل كيكون على حساب هاد 4 أيام مع دو جوغ. لا بيان سور كو الطبلة غتكون القيمة ديالها أقل جوج مرات من الفريسة، وغادي نبادلو جوج ديال الطوابل مع حيوان لي صطادو الصياد. ألوغ فوايي تخي بيان كو لا فالور كاينة في لو ترافاي، وبالضبط في لا كونتيتي دو ترافاي، في الصعوبة ديال العمل، في الوقت ديال العمل. هنايا جاوب لينا على لوريجين ديال لا ريشيس، عاد من بعد هذا ولا الفلوس هي الدخلات كتجاوب على هاد القضية، غير هو الفلوس كتخبي الحقيقة ديال لا فالور فين كاينة، اللي هي في لو ترافاي. من بعد غنشوفو ان ماركس غينطلق من هاد النقطة هادي باش غيبين ليكسبلوطاسيون اللي كاينة لا كلاس اوفريير من عند لي باترون. الحاجة الثانية المهمة وهو انه من بعد مع التطور ديال المجتمع تيبان كو ان هداك النجار تيتخصص فقط في النجارة ديالو، وهداك الصياد تيتخصص في الصيد ديالو، وملي كيتخصص شي واحد في شي حاجة فكيولي كيبدع فيها، ما يبقاش يسقل بزاف د المرات هذاك الصيد ديالو، وهذا مع الوسائل اللي غيولي كيكتشفها غيولي كيصيد لينا 5 ولا 10 ديال الطوابل في نفس الوقت اللي كان كيصيد فيه طبله ولا جوج، نفس الشيء بالنسبه لهذاك. وهنا كتكون واحد لا ريشيس، دونك لي كوز دو لا ريشيس مرتبطين بلا فالور ترافاي في الاول، ولكن اكثر بلا ديفيزيون دو ترافاي اللي كتكون وسط المجتمع. الفكره ديال التقسيم ديال العمل، ماشي ادم سميث كندوي على التقسيم الاجتماعي ديال العمل، ماشي ادم سميث هو اللي ولدو عليها، ما قبل منه كان ابن خلدون، وانا نسيت ما قلتهاش في الفيديو اللي قبل، وقبل من ابن خلدون عاوتاني ندوي على ارسطو، وحتى في المجتمعات القديمه في لي سيفيزاسيون القدام راه دوا على هذه القضيه ديال لافالور ترافاي سورتو لي زانتيليكتوال، ولكن ما كانش متبعه في عند لي ماس. الحاجه الاخرى المهمه هو ان ادم سميث ما اكتفاش غير بهذه لا ديفيزيون سوسيال، مي كيدوي على اون ديفيزيون تكنيك اللي كتناغم مع المجتمع الراسمالي اللي عايش فيه هوايا. وهنا كيعطي واحد ليكزومبل سيليبر ديال لا سوسيتي دي بانغ، اللي هو الشركه ديال الفيليلات، غير الفيليلات هادو، وكيقول ان الى كل اوفري غير تليميتا في واحد لاطاش وبدا فيها وبقى تيعاود فيها مرات ومرات، كيولي كيزرب وكيولي كيعطينا فوق تقل كيعطينا هذاك. والا جمعنا الانتاج ديال كل اوفري بيناتهم بيان سور غيعطي واحد الانتاج اللي هو كبير بزاف مقارنه الى ما كانش هذيك لا ديفيزيون علميه ديال لو طراي. وهاد لا ديفيزيون دو طراي هي اللي خداوها من بعد لي تيوري ديال الماناجمنت سيانتيفيك عند تايرو وعند فايو وغيرهم. انا مزيان تنأسس باش تنعطي الاسس ديال كل حاجه منين باديه. هاد الفكره ديال لا ديفيزيون دو طراي عاوتاني غادي تكون حتى على شيل انترناسيونال، وهنا مع لا تيوري دي زافونتاج ابسولو اللي من بعد عند دافيد ريكاردو غتسمى تيوري دي زافونتاج كومباراتيف، ولكن الاساس ديالها هو هذا، وهو ان هاد لا ديفيزيون دو طراي تقدر دار حتى على لي ناسيون. الى كل بلاد تليميتات في لا برودكسيون ديالها غير في داكشي اللي كتعرف
وفي وقت اقل غادي تكون الانتاج ديالها كبر. و الى بدلاتو مع بلدان اخرين حتى هما سبيسياليزاو في حاجه اخرى كيكون التبادل كبير. يعني هاد لي شونج هو الاساس في الاقتصاد. هاد الفكره ديال لا ديفيزيون انترناسيونال دو طرافاي عاوتاني غتلقى اعتراض. ونعطي مثال ديال سمير امين واحد ليكونوميست ايجيبسيان مصري وكيقول ان هاد لا ديفيزيون انترناسيونال دو طرافاي غتكون في صالح الدول الغنيه على حساب الدول الفقيره لان غتجيب عندهم غير لا ماتيير بروميير وغتعاود تبيع لهم لي برودوي فيني وهكا كيبقاو ديما هادو فقراء وهادو اغنياء. هذا بالنسبه لي تيجيبو لحد الساعه جاوبنا على لا كيسيون ديال لا فالور منين جايه. اللي بقى دابا هو المرحله الثانيه ديال لو فونكسيونمون ديال لو سيستيم بهذا الشكل هذا. كيفاش لا فالور كدور وسط لو سيستيم وكيفاش كتعاود تنتج راسها. من بعد ما جاوبنا على السؤال الاول ديال لا ريشيس الاصل ديالها منين كتجي, فاللي بقى دابا هو نشوفو كيفاش كي فونكسيوني كتفونكسيوني هاد لا ريشيس وسط لو سيستيم. يعني كيفاش كيوقع ليكيليبر. وفي المرحله الثالثه غنشوفو كيفاش كيدار لو بارطاج يعني التوزيع ديال هذيك الثروه اللي تخلقات على حساب الناس اللي ساهموا في الانتاج ديالها. هادو هما في الحقيقه ثلاثه الاسئله اللي تاسس عليهم الاقتصاد السياسي اول مره مع ادم سميث. في القضيه ديال لو فونكسيونمون ديال لو سيستيم كيفاش كيتحرك, هنا تندويو على لا غولاسيون ديكيليبر. يعني واحد العلاقه اللي كيقراوها كاع الطلبه ديال الاقتصاد ولكن في الحقيقه قليل اللي تيفهم الاصل ديالها. كاينه في كاع لي زيكول ديال لو دو بونسي كاع المدارس الاقتصاديه كلهم كياكدوا على الفكره ديال ان خاص لي بارن يكون كيساوي لانفستيسمون. يعني شنو؟ يعني داكشي اللي كندخروه اللي كنشيطوه خصو يتحول للاستثمار. الا ما دارتش هذه العمليه يعني كاين خلل وسط لو سيستيم كتوقع ازمه ديال النظام, وهي اللي واقعه دابا في لو موند. السبب ديالها هو الاختلال في هذه العلاقه. وفين ما كتوقع شي ازمه اقتصاديه كيكون هذا المشكل. باش نفهمو مزيان انا نحاول نشرحها نعطي واحد الفهم ساهل بزاف. انا نرجعو للفكره ديال ادم سميث اللي دوينا على داك الصياد اللي اول مره كان كيصطاد باش غير كيعيش وكيعيش مع وليداتو. ولكن امتى غيدار التبادل هو الوقيته اللي داك الصياد مع استعمال الوسائل ديال الصيد المتطوره مع الوقت باسكو ادوات الانتاج كتطور. هنايا استطاع انه يدير واحد السوق بلوس في بلاصه ما يصيد واحد ولا كيصيد جوج ثلاثه اربعه. الوغ هذيك الوقيته هذاك الواحد غيعيش به وليداته وهذاك الفريسه غيعيش بها هو ياكل بها هو والعائله ديالو وهذاك الشيء اللي شاط. فبيان سور خصو يفكر باش انه يبدلو مع ناس اخرين اللي داروا حوايج اخرى اللي حتى هو كيحتاج ليهم. مثلا يبدلو مع طوابل يبدلو مع منتوجات اخرى مع قمح مع شي حاجه اخرى. الوغ هنايا هذاك الشيء اللي شيطو هو اللي كيتسمى لي بار. داك لو سيربلوس اللي تنتج داك الفائض الانتاج هو اللي غادي يتحول للابارون وداك الابارون اللي غادي يدير التبادل. في المجتمع الراسمالي شكون هما الناس اللي كيديروا لي بار؟ سورتو هما الناس اللي عندهم الفلوس هما لي كابيتاليست اللي تيربحوا ارباح كبيره. هذوك الناس هما اللي تيشدوا داك لي بار تيعاودوا يحولوه انفستيسمون. هنايا هاد العلاقه شكلات واحد لو ديبا وسط هاد ليكول كلاسيك. يعني باش تعرفوا واحد القضيه لي كلاسيك ماشي كلهم متفقين خاطر هي ماشي واحد ليكول اللي هي اوموجين. هنايا كانوا واحد الناس كيتسموا لي زوبتيميست يعني المتفائلين بلو سيستيم وكانوا لي بيسيميست اللي كيقولوا ان السيستيم يقدر يتعرض للازمه. لي زوبتيميست الممثل ديالهم معروف هو جون باتيست سي اللي كتعرفوه اللي كيعرفوه الطلبه ديال الاقتصاد بلا لوا دو ديبوشي تقدروا تغلبوا عليها ولكن نشرحها بسهوله. هي الفكره ديال ان كيقول للمنتجين لي برودكتور كل ما تخافوش غير نجو راه داك الانتاج ديالكم ودوك لي مارشانديز ودوك لي بيان لي سيرفيس اللي غادي ديروهم كلشي غتلقاو الناس اللي غيشريو غتلقاو الشاري ما تخافوش. علاش؟ باسكو بالنسبه لي اول حاجه لا موني اي لي نوتر يعني الناس ما عندهاش تحتفظ بالفلوس. زائد ان شاك اوفر كري سا بروبر دوموند وهاد القاعده هي اللي مشاو عليها لي نيو كلاسيك. ولكن كانوا دوطخ جون اللي ما اتفقوش مع هاد القضيه وقالوا حبس راه النظام يقدر يعرف ازمه اقتصاديه. المثال المعروف هو ديال ماتيوس اللي كان ذكي بزاف شي ناس تيعرفوه باللوا ديال لا بوبولاسيون. هو كان ديموغراف يعني واحد الانسان اللي اهتم بالتطور ديال الساكنه و تيقول ان كاين جوج تهديدات كيتعرضوا النظام الراسمالي. التهديد الاول هو عنده علاقه بهادشي ديال لا بوبولاسيون يعني الناس كيتوالدوا بزاف ما خصناش نعطيهم اعانات اقتصاديه. كان هو ضد هاد القضيه كان كونسيرفاتور في هاد المساله ما خصناش نعطيهم اعانات اقتصاديه. علاش؟ لان ما يبقاو يتوالدوا وما غيفكروش في المستقبل ديال ولادهم واش غيعيشوا ولا ما غيعيشوش. ساشون كو لا تيغ ماشي ديما لا تيغ عندها واحد لاغاردي ماشي ديما كتعطينا دوك المنتوجات اللي غيعيشوا بزاف ديال الناس. سكيفي خصنا نديرو الولادات على حساب داكشي اللي نقدروا نعيشوا به. هنا تيقول لا لوا دي روندمون دي كرواسون هي فكره مزيانه ولكن غيستعملوها لي نيو كلاسيك في واحد الاتجاه اخر. وهاد الفكره غتبقى
الوقت، ولكن بالنسبه لي هو لي روندمون دي كروسون مرتبط بهذه القضيه ديال لا تير، ان لا تير لي ريسورس ديالها قلال، ولكن بالنسبه لا بوبولاسيون كتطور وكتزيد بواحد السرعه اللي كتفوت الوتيره ديال لي ريسورس اللي غيحتاجو الناس باش يعيشوا. بصح داكشي اللي كان عايش الواقع في المجتمع الاوروبي ديال هذيك الوقت. وهنا بالنسبه لي ما حد الناس غادي يوقع تزايد كتكثر، ففي لو مارشي دو طرافاي شنو غادي يوقع في سوق الشغل؟ ان دوك لي كابيتاليست اللي بالنسبه لهم مزيانه ليهم يكونوا الناس كثار، باسكو قد ما كثروا الناس قد ما كيرضاو باي خدمه، يعني لا دوموند ديال لو طرافاي ولا باردون لوفر ديال لو طرافاي كيكون كبير بزاف مقارنه بلا دوموند اللي كتكون قليله. وملي لوفر كيفوت لا دوموند فهنا لي بري كيطيحوا، ولو بري ديال لو طرافاي هو لو سالير، هو الراتب الشهري اللي غيشطو كيكون ضعيف بزاف باسكو بزاف كيتنافسوا على الخدمه بالنسبه لي برودكتور ولي كابيتاليست القديم مزيانه. ولكن فين كيكون المشكل؟ كيكون المشكل الوقيته ديال هذوك الناس اللي عندهم واحد لو سالير ضعيف بزاف. الحاجه الاولى ما كيقدروش يشريو البضائع اللي كينتجو، باسكو عاوتاني قد ما كان العمل كثير قد ما الانتاج الصناعي كيكون كثير، قد ما المواد ولي مارشانديز اللي غيتباعو كيكونوا كثار، وبيان سور لي سالير على قد الحال، يعني ما كاينش ديك القدره الشرائيه اللي غيشريو. هنايا لوفر ما كتلقاش لا دوموند وكتوقع ازمه اقتصاديه. وهنا هذاك الشيء فاش لي زيبارنيون دوك الناس اللي كيحتفظوا بالفلوس ما بقالاش هذوك الفلوس يحولوهم انفستيسمون، مادام ان الانفستيسمون ما غاديش يربح مولاه والمنتوجات ما غاديش تتباع وما غاديش تشرى، وهذا الشيء اللي واقع دابا حتى في لو مون. اذا ماتيوس كان فاهم ان لو سيستيم كابيتاليست غيعرف ازمات اقتصاديه خطيره، ازمات دو تيب ستركتورال، يعني وسط بنيويات النظام. هذه الفكره ديال ماتيوس تيقول ان الحل ديالها هو اننا يا اما نزيدوا لي سالير للطبقه العامله، وهذه الفكره اللي اعترض معها هو، والحل هو تيقول هو اننا خصنا نعطيو لا رونت للناس اللي كيملكوا الاراضي، الطبقه ديال الملاكين ديال الاراضي. وهذا الشيء علاش ماتيوس تيعتبر من الناس اللي كانوا في صالح الطبقه ديال المالكين الاراضي. علاش؟ لان بالنسبه لي هاد الناس هادو هما اللي غنعطيهم واحد لا دوموند ايفيكتيف، وهذه الفكره ديال لا دوموند ايفيكتيف هو اللي غيستعملها كينز من بعد، لان كينز قرا ماتيوس واستفد من الافكار ديالو. شنو هي لا دوموند ايفيكتيف؟ هما الناس اللي عندهم قدره باش يشريو البضائع، يعني خصنا ضروري نهتموا بلا دوموند ما نهتموش بالوفر، العكس ديال الفكره ديال جون باتيست سي. هذا تقريبا واحد لو ديبا كان خطير تطرح في ليكول كلاسيك. اخر ممثل ديال هاد ليكول غندوي عليه هو دافيد ريكاردو. دافيد ريكاردو اللي جا في الاواخر ديال لي كلاسيك، وفي الحقيقه بحال بغينا نقولوا هو دار واحد لا سانتيز لكاع داكشي اللي تقال قبل منه. وهنايا كان كيرد كل مره على لي زوتور اللي سبقوه، مثلا ماتيوس دار عليه واحد لارتيكل ديال لو بلي وبين الخطا اللي ارتكبوه في القضيه ديال لا فونت. واللي تيهمنا اكثر هو الرد اللي داروا على ادم سميث في لا كيسيون ديال لا فالور، باسكو اللي بغينا نقولوا دافيد ريكاردو هو اللي عطى المعنى الحقيقي ديال لا فالور انكوربوري لا فالور ترافاي، ديما هو كيدوي في القيمه ديال العمل. ولكن الخطا اللي ارتكبوا ادم سميث هو في ديك التفريق اللي دار ما بين المجتمع القديم البدائي والمجتمع الجديد دابا ديال لو كابيتاليزم، وقال فيه ان بصح لا فالور ترافاي مرتبطه بالاثمنه ديال المنتوجات غير في المجتمع القديم، لان كان العمل حر ما كانش ملكيه ديال الاراضي وما كانش لو كابيتال حتى هو كيدخل في الانتاج. ولكن بما ان دابا دخل لو كابيتال وبزاف د الحوايج فلو بري ديال المارشانديز ولا كيعبر على هاد لي شارج وهاد لي كو دو برودكسيون متنوعين. ولكن دافيد ريكاردو بين الخطا ديال هاد الفرضيه هادي وقال ان لا فالور هي وحده سواء في المجتمع القديم ولا مجتمع جديد مادام هي ديما طريقه ثابته وهي الاصل ديال لو بري ديال المنتوجات. وهنا بين اكزاكتومون فين وقع المشكل ديال ادم سميث، باسكو دافيد ريكاردو هنا تيفرق ما بين ان ترافاي ديريكت هو داكشي اللي شافو ادم سميث وما بين ان ترافاي انديريكت. باش نفهمو هاد القضية نعطيكم واحد ليكزومبل سهل بزاف. هو واحد السيد مثلا دار واحد مشروع، دار واحد كافي واحد القهوة، وهاديك القهوة خدم فيها ناس، دوك الناس ساهموا بالخدمة ديالهم بالعمل ديالهم باش نجو هداك لا مارشانديز، زائد بيان سور كان كيحتاج لو كابيتاليست تا لو كابيتال اللي بدا به المره الاولى اللي هو عباره على لي ماشين، عباره على لو باتيمون اللي مبني، عباره على الكراسة، على الطوابير، على الجليج، على بزاف الحوايج. دافيد ريكاردو تيقول ان هذاك لو كابيتال تا هو هذوك لي ماشين وهادشي كامل دويت عليه تا هو لو برودوي ديال واحد لو ترافاي، غير داك لو ترافاي دار دو مانيير انديريكت، وهادشي هو اللي ما شافوش ادم سميث. هاد الفكره ديال لافالور كانت ذكيه بزاف، وهي علاش ختمت بها دابا، باسكو هي اللي غادي دينا في الفيديو في ليبيزود 5 اللي غادي ندوي على كارل ماركس. كارل ماركس كيبدا من هذه النقطه هذه ديال دافيد ريكاردو وهاد الشرح الخطير اللي داروا ديال لافالور، باش كيبين واحد النوع جديد ديال كيبين ليكسبلواتاسيون بعدا اللي مديوره لا كلاس اوفريير، وكيعاود يشرح
الاقتصاد السياسي بواحد الشكل بلو سيونتيفيك كما غنشوفوا. حنا غادي نمشيو نقلبوا على الكتاب ديالو لو كابيتال باش نشرحوا حتى هو باش نشرحوا الافكار والجديد اللي جابوه في 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 في, في لي سيونس ايكونوميك. لحد الساعة تقريبا سرينا لي كلاسيك، دوينا على كاع هذوك الافكار اللي قالوا، شدينا لحقتو حنا فواياجينا من لي غريك وغادي نجرين باش وصلنا لهذا المستوى تري ايفوليو. من هنايا بدا الاقتصاد السياسي الحق ديالو، من هنا بدا لو ديبا اوفر. نخليكم مع هذه الحلقه هذه سريناها، ونتلاقاو في الحلقه الجايه مع كارل ماركس، ليكونومي عند ماركس كيفاش تصورها كيفاش بناها. وكنضمن لكم ان هذه الحلقه هذه غتكون ممتعه بزاف، وغادي تشرح لينا شي حوايج اللي اسكو جو ريبروس سي كو ما كنقريوش ماركس في ليكونومي. جو بونس غير حقاش هو مختلف مع لو سيستيم، ولا جايب اراء شويه ريفولوشنير. انا ما عنديش مشكل غادي نطرحوا هذه الاراء، وبيان سور نتلاقاو في الحلقه الجايه.